مش هينفع نلمسها ولا نيجي ناحيتها، لانها لو خدت خربوش ولا جه عليها ذر التراب هتطير فيها رقبتي. نهار اسود على الغباوه. ليه يا صعلوق؟ ليه عرفت على العربيه ازاي؟ ايه وهيفتحها ازاي؟ بيشوف شغل الراجل في ايه؟ ايه دي هوايه ب20 جنيه تصلح. خف ايدك، خف ايدك شويه. شوف صاحبك النجم بقى. خف ايدك شويه. معلش يعني دي هوايه ب20 جنيه؟ ركز بس معايا انت. ركز معايا. دورك في المهمه جاي يا بطل. انا معتمد عليك اعتماد كلي. بكره احنا رايحين نجيب السلاح. عايزك تجيب 40,000 جنيه. نعم. هجيبهم منين دول يا صالح؟ من ضرب الشرابات اللي امك بتشيل فيه الفلوس. صالح مش هينفع يا جماعه، ابويا لا. ايه ده؟ صالح هو انت عرفت منين ان امي بتشيل الفلوس في دولاب الشرابات؟ صالح انت بتفتش في دولاب امي؟ انتبه يا عمرو، انت اللي قايل لي احنا بنلعب كوره. صالح احنا كنا بنلعب كوره واحنا في ثانيه ثانوي، انت فاكرها من ساعتها؟ صالح انت كنت عايز تسرقنا. لا مش للدرجه دي طبعا. لا كنت عايز تسرقنا. ركز معايا بس يا عمور، دلوقتي هنجيب الفلوس منين طيب؟ بالراحه يا تعمل ايه يا ابن انسى؟ بالراحه. الله بكسر التابلوه عشان اطلع سكرتير الكونتاج. خف ايدك يا حبيبي. بيكسر التابلوه دي حاجه بامير، تتلفي بامير. ركز معايا. انت نصيبك في العمليه كام؟ 3 مليون. غلط. 3 مليون و90 الف. 40 الف بتوع السلاح و50 الف بتوع البورصه. ها صح. شفت اللي فاكر صوت البورصه ازاي؟ عشان تعرف ان انا حقين. صح. قول للغبي ده بالراحه بالراحه. دارت يا سيع بالراحه بالراحه. بس 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 استنى استنى، ده المكان. انت متاكد؟ ايوه طبعا متاكد، والمعلم بدير هناك مستنينا اهو. مش بقولك ده حبيبي. طيب عمور خليك انت هنا من دول العربيه. ها احنا مش هيتاخر، مش هيتاخر ان شاء الله. خدوا بالكم من نفسكم. ها يا رب. حاضر. يا رب. يلا في حفظ المولى عز وجل. اصطباحتك لبن يا معلم بدير، فينك يا راجل؟ والله ليك وحشه. مش معلم بدير، معلم بدير مستنيكوا جوه. سبحان الله شبهه بالملي. بجد؟ اه والله. هنشوف. خش معلم بدير، اصطباحتك لبن، ايه يا راجل ما بتسالش ليه؟ مش انا المعلم بدير، تعالى معايا على جوه. والله شبهه بالملي. برضه؟ والمصحف الشريف شبهه بالملي. خش خش. معلم بدير، في ناس عاوزينك. يا نهار اسود، ده المعلم بدير؟ اه هو. طب وده في حد شبهه في الدنيا؟ معلم بدير عم تجار السلاح في بر مصر تمن. ايه يا راجل والله ليك وحشه. انت مين يا عود؟ مش المعلم بدير برضك؟ يا نهار اسود، انت جاي تشبه هنا؟ اسكت بقى خالص. لا مؤاخذه يا سيدي المعلمين، احنا كنا عايزين كام حته سلاح كده. عايزهم ايه؟ انت عندك ايه؟ اجيب لك المينيمو وانت تختار. يا ريت والله. انت جاي ستاربكس يا حمك؟ خلص يا عود. عندي طبنجات وعندي آلي. هات لنا 2 طبنجة وواحد آلي بس كومبو. وتطلع كريسبي. هات لهم يا اللي هم عايزينه. هات يا عم انت بتفهم في الحاجات دي. ايه ده يا نجم؟ ايه؟ مدينا بضاعة بايظة ولاد الكلب. بايظة ازاي يعني؟ هو والله تقعد تدهوس عليه ما بيضربش طلق. تدهوز؟ ايه اللغه دي؟ عشان انت حمار وجاهل مش فاهم في حاجه ما تلعبش فيها. يعني انت اللي فاهم قوي. ايوه ده اسمه زور الامان، ده تعمله كده بكافئه. يا نهار اسود، احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا ربي؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ قتله؟ احنا بقينا قتله يا صالح، قتله. ما تبطل ياد شغل الحريم والولوله ده في عيرتنا. اخرس ياد، لا اقسم بالله هضربك بالرصاص. اه صحيح، فين السلاح؟ السلاح هناك مكان زي ما هو. احسن، هات الفلوس. طيب لا، الفلوس جنب السلاح، ما احنا من الخضه والهوجه جرينا. يا نهار اسود،
يا نهار اسود، لا سلاح ولا فلوس، لا سلاح ولا فلوس. احنا ضربنا، احنا رجعنا سلام. اقول لك دول نفسين، دول نفسين عشان يروق كده. خد يا حماده، هات المخدرات دي صح، هات ادوني مخدرات، ادوني حقن، شكوني ابر عشان نبقى مدمنين وحراميه وقتله. المهم بس دلوقتي يا اخوانا هنجيب السلاح منين؟ صباحه ابيض. لا السؤال مش كده، السؤال هنجيب فلوس السلاح منين؟ ايوه ايوه انا بقى مستني اسمعها دي، هنجيب فلوس السلاح منين؟ من عند امك. ده عند امك، انا مش هدفع مليم تاني. جرى يا عمرو؟ انت هتنام عشان معاك الفلوس؟ انا تعبت يا صاحبي، تعبت قوي. يا عم قوم الحق يا اول. طب خلاص خلاص يا عمو، خلاص ايه ده بقى، خلاص مفيش كلام، بتعيط بقى خلاص، قلنا ايه خلاص. معلش هو انت تعبت لوحدك يا عمرو؟ ما انت تعبت وانا تعبت، هنيجي دلوقتي والنخ بدأنا مشوار نكمله للاخر. يا جماعه يعني لو فيها مشكله انا ممكن اروح لرجاله المعلم بدير وهم حبايب، يعني مش هياكلوا حقي. انت تخلص خالص يا ابن الجزمه، بقول كل اللي حصل ده بسببك، ده انت قاعد تشبه راجل لغايه ما مات. خلاص هو الواد ده هيتصرف الفلوس وانا هتصرف السلاح. تيجي نتعلم سوا، ما تيجي 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 يا هوا، تعالى ما تيجي تيجي نتعلم سوا. ابو دنيا طعم بيرة هنا في تلتة تاني، عايزة شقلاطة وزروطة، يلا بينا نهيس. سموك منور الدنيا حبيب القلوب. انت فين يا غزال؟ موجودة هي زعبوب، يعني هروح فين؟ يا قلب الزعبوب من جوه. طب بقولك إيه؟ سعيد باشا قاعد على ترابيزته يغرد وحيدا، محتاج لك جامد، شكله كده مجروح. ونعمل له إيه؟ تغيري له على الجرح. إنها الخطيئة، العامي ووريهم. الله على دماغك يا نجم، نظبط نفسنا الاسوان والخمره عشان نعرف نتكتك العمليه. احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا صالح؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ بقول لك ايه، ابوس ايدك، يا تهمد وتسكت، تطلع بره تستنانا وتجيب الفلوس. لا بقول لك ايه، انا هدي الفلوس للكاشير بنفسي واستلم السلاح بالرسيد. معلم زعبوب، ابو الزعبيب، ابو الزعبيب حبيبي. صلوحه، بتحبني ولا عادي؟ عادي، انت بتحبني ولا عادي؟ اقل من العادي حبيب قلبي، كنت عاوزك في مصلحة كده. ثانية واحدة قبل أي كلمات، مش تعرفني على مجالك؟ اه مؤاخذة، عمور زميل الشغل. هاي ازيك يا حمامة؟ اهلا وسهلا. زيرو زيرو، اهو دي الأسامي، بيشتغل إيه؟ بشتغل نفسي يا عمنا. هو هيشقى؟ الله، انت جايبنا تهزنا ولا ايه يا عم صالح؟ كده هيشقى وانا الجرداد عندي اغبياء. على نفسهم يا عمنا. ايه دي الجرأة دي؟ كانت منيقة في بقك ده، اوعى كده. خليك معايا يا مسجد المعلمين. ثانية واحدة، أبو دنيا نزل لي الوجب المخصوص بتاعي في المقصورة الرئيسية. منور يا صلوحة، منور يا حمامة. ثانك يو. نورك والله يا مسجد المعلمين. بقول لك ايه، احنا كنا مزنوقين في حوار كده، محتاجين سلاح. حبيبي عايز كام فردة؟ تلات حتت بس كده. عفيفي منورينا يا رجالة. فيفي مسؤولة الإمداد والتموين. بقول لك إيه، هتخطفي رجلك لحد الأوضة بتاعتي، هتمدي إيدك تحت الكنبة وتجيبي لي تلات فرافر، ما تلعبيش في حاجة. عينيا. ثواني يا أست فيفي، عرفيني بالمرة على أصحابك. أنت تأمر. سؤال والنبي. نعم. اللفيفي دي بتتكتب كلمة واحدة ولا كلمتين زي بمبم؟ كلمتين. أحب اللي بان واللي ما بانش. جايلك يا سفلة. صاحبك جريء قوي، بس في فئة تفلطحه. بقول لك يا سيد المعلمين، ما لقيش عندك قنابل. وإيه العبارة بالظبط؟ هو أنت عايز ترسمة الأسلحة دي في إيه؟ لو في حد مضايقك احنا نلم الرجاله الغلط، محمد عيد والمرجوشي. محمد عيد والمرجوشي انت تعرفهم؟ دول اخواتي، ده احنا لسه سايبين بعض الصبح في دفنه المرحوم المعلم بدير رحمه الله عليه. عارف المعلم بدير ده لو كان لسه عايش مصلحتك دي كانت اوديت في منت. ملناش نصيب بقى نقابله، معلش
استاذ شيبوب معلش. شيبوب مين؟ هو بيتكلم حد ورايا ولا ايه؟ لا لا زعبوب. شيبوب ايه؟ زعبوب ده غبي. استاذ زعبوب معلش سؤال بس، هو المعلم بدير بقى مات ازاي؟ بيقول لك في ثلاث عيال هفاءات ضربوا عليه نار في السنتوف. بس اطمنوا ما تقلقوش، العيال دي هتتجاب، اصل الرجاله خدت نمره العربيه. خدوا نمره العربيه يا صالح؟ الشغل ادي لسلوحة. اتفضل. كيفي؟ نعم. فراشة بقى وتشقلبي في المكان عشان الزباين. عيني. يلا. حلو بقى ده شكله. يلا كمر مش هكمر. كمر. جرائم منك ليه؟ هو احنا في معرض الكتاب؟ اما تروحوا بقى بقلعب انت وحمامة بقى عسكر وحرامية شيخ. ماشي. بقول لك يا عم زعبوب بكام الحتة؟ بثمانية. يعني التلاتة ب24 400. هات 30. يا ابني ما بيقول لك 24 في 400. شفت في طلق يا حبيبي؟ طلق. ايه ده؟ يا نهار اسود. الفلوس فين؟ نعم يا اخويا؟ لا يا حمامه اوعى تعمل ان هم وقعوا منك من الشرطة والكلام ده مش هياكل معايا. دور كويس دور كويس. انت كده بقى فلوس. شوف جنبك طب هنا. احلى سلام وتحيه على الناس الحلوه دي. صالح النجم وعمر بن ناس طيبين. وزيرو يعني الناس دي هتاخد صورة مع زيرو للصورة. وبيبي بيبي اللي جابت لنا السلاح. بتطلب ايه؟ ايه عايز ايه؟ بتطلب ايه؟ يا نجم ايه الماسكة دي؟ انت مش حرام ولا ايه؟ ماسك من وزارة ليك عين كمان. رد اتبسط قوي. تمسك يا معلم عدهم. عيب الدار امان. البت اللي اسمها ايه؟ الكاتينة دي اسمها ايه؟ البت المستردة دي اسمها فيفي. هي الأنسة فيفي معهاش فلادول إكسترا؟ أنا مصدع جدا. لا والله ده فيفي معاها اللي أحلى من البنامول. أفيفي هات العلاج وتعالي. تؤمرني. الله يعزك. معلش بس في مية معدنية؟ أه موجود. ارفع سلوحة. اتفضل. لا أنا ما عنديش صداع. أنا تمام. شوية وهيجي لك الصداع. الوقاية خير من العلاج. اسلم ايدك يا عبد خانة الرحمة. ابستو. الصبح ليه في ايه؟ عمل في الفيلا كده؟ ده انا ابويا هيجي يشقني نصين. ايه اللي حصل؟ يا نهار اسود. هو ايه اللي حصل امبارح؟ انا مش فاكر حاجه خالص. يا نهار اسود. صالح قوم وضب معايا. قوم بسرعه. انا هوضب هنا وانت وضب هناك. انضف فين؟ هناك. بس بسرعه وحياة ابوك قوم. انت صباعك فين يا عمر؟
اقول لك فين وما تزعلش؟ قول المهم انت ما تزعلش. ماله صباع يا صاحبي؟ أنا ولعبت يا زهر واتبدلت الأحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال.